بعد ما نزلنا فيديو للروبوت المقاتل في ناس شككت وقالت ان التكنولوجيا ده مش موجود في مصر، معاكم مهندس ياسر فايز والدكتور احمد بلوي. بعد ما نشرنا مقطع روبوت المقاتل على مواقع التواصل الاجتماعي كان يهمنا نشوف تعليقات الناس على موضوع الروبوت، ففي ناس هجمتنا وفي ناس كانت بتدعمنا، فعشان كده احنا بنعمل النهارده شرح توضيحي لامكانيات الروبوت نشوفه مع بعض. الروبوت المقاتل جاك 757 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي مزاد بثلاث انواع من الاسلحه يتم التحكم فيه عن طريق كنترول. هنشرح كل سلاح من دول باشمهندس باسم. اول سلاح هنا عندنا من الثلاث اسلحه سلاح ناري، عندنا ثاني سلاح قاذفه قنابل دخان، ثالث سلاح نموذج لمحاكاه سلاح النوام الحي. في البدايه اتكلمنا على روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي، هناخد بعض العمليات اللي توضح لنا الكلام ده. ففي البدايه الباشمهندس باسم يعرف من روبوت اسمه. What's your name? My name Jack. طيب يعني ممكن بقى يرحب لنا بجاك. Welcome Jack. Welcome sir. باشمهندس باسم بقى اعرف لنا وظيفته. What's your job? Killer robot. تمام. طيب الروبوت فيه إضاءة بأوامر صوتية ممكن أشغلها. فنطلب الباشمهندس باسم يشغل لنا الايه؟ الاضاءة بتاعته. جاك؟ يس. لايت اون. تيرن اون ذا لايت. لايت اوف. تيرن اوف ذا لايت. الناس اللي بتشكك في الاوامر الصوتية وبيقولوا انت بتضغط بصوابعك على الزراير، انا ده بعيد اهي في الكنترول اهو عشان يبقى كلام واضح. جاك؟ يس. هاو ار يو؟ جود ايفنينج ادفنتشر باسم فيس. لايت اون. Turn on the light. Laser on. Turn on laser. One fire. AK-47 fire. Five fire. Smoke bomb. Box fire open. Done. Four fire. Napalm. Four fire. Napalm. Done. هنشرح دلوقتي الحركة الرئيسية للروبوت. هتحرك للأمام، هتحرك للخلف. احنا كده محتاجين نشوف الحركة اللي هي 360 درجة. الأمام تاني مش مشكلة، هنشرح دلوقتي 360 درجة. يلا هندسه كده يعني يحركونا كده، خلينا نشوف حرك الامام. خلينا نحرك كده للامام نجرب. طبعا احنا عندنا هنا الدفع الرباعي. الدفع الرباعي تمام. تمام. احنا عايزين في جميع الاتجاهات ونخلي بالنا ان الروبوت ان هو بيتحرك 360 درجه في مكانه، يعني ممكن في مكان ضيق يتحرك يلف لفه 360 درجه. تمام. احنا ممكن نثبته في النص كده. عايزين بقى حركة الايه؟ السلاح. ده حركة البرج بيلف برضو 360 درجة في جميع الاتجاهات. تمام. وممكن اتحكم في سلاح. عشان التصويب. تمام. طبعا احنا في كاميرا متركبه على السلاح بحيث ان انا اقدر من على بعد ان انا اقدر اشوف الهدف اللي انا ايه عايزه. الجهاز مزود باربع كاميرات بالاضافه. تمام.
طب في عندنا برضو هنا زي ما احنا شايفين. تمام تمام ده المحاكاة بتاع النبالة. ده محاكاة النبالة برضو الكنترول عليه كامل. تمام وكمان متركب عليه كاميرا عشان اقدر برضو اوجه. تمام اهو درجة في مكان ضيق جدا يعني بلف في مكانه. وجه السلاح ناحية انا بقى. تمام لف السلاح ناحيتك انت بقى. تمام ارفع سلاح. تمام وجه السلاح ناحيتك. تمام نبالمي بقى محاكاة نبالمي. تمام يعني ممكن يضرب في 360 درجة مفيش مشكلة فيه. ارتفاع و في جميع الاتجاهات. زائد انت بتتحكم طبعا معاك الكاميرا شايف انت بتضرب فين بتوجه فين. تمام ماشي. تمام احنا طبعا مالين العزم عشان يقدر يتحرك في الغرفة الصغيرة. طبعا لما كان واسع كان هتبقى الحركة اقوى من كده بكتير. تمام خلي الروبوت بقى يجي بظهره ليا ناحية الكاميرا. لا مش انا. خليه يلف بقى. خليه يلف بس خليه يلف وبعد كده ارجعه بضهره. تمام ارجع بضهره بقى. تمام ماشي. بالنسبه للفار التاني لا مش انا. طلعه قدام. تمام الفاير التاني بقى نزله تحت. تمام طبعا الحركة 360 درجة ودي ميزة كبيرة. زاد برضو الروبوت بيتحرك نفسه 360 درجة بقلب المكان اللي هو فيه.